الدور ديالي هو دور ناديه، بنت زوينه فنه متخلقه ظريفه، جاي من واحد وسط عائلي زوين، الام ديالها كتبغيها، قرات، الهدف ديالها كان هو توصل الاحلام ديالها وانها تحقق شويه من داكشي اللي دوزات ماماها على ودها وتخلص ماماها كيف كنقولوا، باش تخلص ماماها على داكشي الزوين اللي دارت ليها. دونك فوالا، دونك ناديه فتاة عاديه بحالنا، كتقرا كتحاول انها تكون في عند حسن الظن ديال الام ديالها، بغات الام ديالها تفتخر بها. دونك فوالا، دونك ناديه كتسافر من مدينه لمدينه. ناديه قرات الصحافه في المعهد العالي، تخرجات حاولت انها تخدم، تعرفت على ناس جداد، صحاباتها اللي غيوليو صحاباتها بزاف في لابارتمون اللي نتوما غتعرفوا عليها، وصافي هادشي اللي كاين. وناديه فنه غزاله، كنموت على ناديه، كنبغيها بزاف حيت هي فن، هي سي تانج، هي ملاك، ما كتنافقش، ما كت بالعكس كتلقى بزاف ديال الناس كيحاولوا انها يحطموها ويقللوا منها. ناديه في الاول، كنقول لك في الاول في الاحداث اللي غيشوفوهم مشاهدين، في الاول مازال ما كانتش تلاقات مع الناس اللي غياديوها. دونك كتلاقى مع ناس كياديوها وكتعرف باللي الناس كياديوها وباغيين ليها الخايب، عاد باش كتعرف انه الدنيا ما سهلاش، وعاد باش كتعلم بزاف ديال الحوايج. ربيع غيكون زميلي في الخدمه، و باش ما نحرقو ما نقدرش نقول لك شنو العلاقه، خلي الناس تكتشف معنا احسن. الصراحه انا بغيت نشكر المخرج علي مجبود، حيت عاوني بزاف باش انني نخرج الاحاسيس ونكون ناديه، حيت فريمون دابا انا عايشه كناديه. حتى فاش كنمشي للدار كنسالي طوغناج وكنمشي للدار كنحس براسي انا ناديه، مازال ما خرجتش من هذيك ناديه. دونك تقدر تقولي باللي انا عايشه ناديه 100% هاد الفتره هادي، حتى شي صعوبات، بالعكس انا كنجي فرحانه وكنمشي فرحانه، واخا كنعيا بالعكس كنديرها بواحد الحب كبير بزاف. كانش قرار عوده، كان بلوس توحشت الناس اللي كتبغيني. في الاول كان فيا شويه ديال ستريس، كيفاش غيلقاوها الناس، واش غادي يتقبلوني، واش ما غيتقبلونيش، واش واللي زوين في الامر انه لقيت مازال لي كونط ديال لي فان اللي كنوجه ليهم تحيه كبيره من هذا المنبر، وكنقول لهم شكرا بزاف بوغ لو سوتيان ديالكم، وكيوصلني وانا كنموت وكنحماق عليكم، والله يخليكم ليا ديما. لا فيغيتي كيفاش اوني ديما بالحوايج الزوينين ولا ميساج ديالهم الزوينين. هي جات صدفه بعد لا سيغي، ما كنتش اصلا انا مخططه ليها، ولكن بالعكس الغناء انا ديما عندي في راسي، غير انا بغيت ندير شي حاجه في المستوى اللي تعجب الناس، وديما قبل ما ندير اي خطوه كنفكر فيها واش هي خطوه اللي غتزيدني قدام ولا غترجعني للور. انا ما صراحه ما كنشوفش انتقادات، بالعكس صراحه ابدا، ما وحتى الا كان انتقاد ما عرفتش، ما عنديش مشكل، غير يكون بناء وصافي وزوين وكيتقبلوا الواحد. شوفي انا فنانه، كيعجبني كل شيء في الفن، سواء كان تمثيل ولا غناء ولا، وكيف ما كتعرفوا كلكم ستار اكاديمي ما كانش في الغناء بوحدو، كان في جميع المجالات، التمثيل في ايفن الموضه حتى هي في كل شيء. دونك انا ما عنديش مشكل، انا الفن كيعجبني كله، كنبغي نكتشف راسي في كاع المجالات. بزاف ديال الحوايج تبدلوا ليا، بزاف ديال الحوايج، وليت كنعرف الناس اللي كيبغيوني والناس اللي ما كيبغيونيش، وليت كنكتشف انه من الناس ماشي كلهم زوينين، وليت كنكتشف انه
الحياة زوينة، خصنا غير نعرفوا نجريوها. أنا قريت الماركتينغ وعندي ماستر في الماركتينغ، ولكن ما عمري كنت خايله راسي نمشي نخدم في داكشي اللي قريت، حيت من نهار مشيت للستار اكاديمي وانا كنشوف راسي في الفن وبغيت نبقى في الفن. ممكن القرايه ديالي تقدر يجي واحد الوقت ندير الدكتوراه لراسي، حيت القرايه ما كتساليش، ما عندهاش حد. ستار اكاديمي وديما كنقولها من احسن واقوى واعز التجارب على قلبي، كانت واحد التجربه مميزه جدا اللي كنت انا كنحلم بها من شحال هادي فاش كنت طالبه، وتحققت لي بالاراده والعزيمه ديالي. جديدي الفني، شوفي صراحه جاوني والله حتى بصح، انا في الصباح كنت كنفكر وكنقول ما يمكنش الناس شحال كيبغيوني، لانه كتحسي بهذاك الحب ديالهم اولا، وثانيا جاني عروض بزاف ديال التمثيل سورتو، لان مازال ما عرفتش، كاينين شي وحدين اللي عارفه كي غادي نديرهم، كاينين شي وحدين اللي مازال ما قررتش فيهم. دونك ما يمكنش ليا نقول حاليا، من اللي نقدر نقول انه نقدر نقول للناس يتسناوني ان شاء الله، حيت من دابا ان شاء الله الاعمال جايه وغتشوفوا حنان، غتشوفوا حنان ان شاء الله، كل مره كتطلع درجه ان شاء الله يا ربي. الكلمه الاخيره للجمهور ديالي، كنبغي نقول لكم كنبغيكم بزاف 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 كل الحب، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا على الكلمات الزوينه ديالكم، وان شاء الله غتشوفوني في المسلسل وغنعجبكم، وخاصني دابا نمشي نصور. وانا كنبغيكم بزاف، وتسناوني ان شاء الله في اعمال جايه، ماشي غير هذا العمل، وفي حويجات زوينين بزاف. جو فوزيم بوكو بوكو بوكو، لالي خطيكم عليا. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.